أشهد أن لا إله إلا الله، المكتب التعاوني بمكة المكرمة فرع الصناعية يقدم لكم سلسلة إصداراته إنه الله. إنه الله. المعرفة بالله تهذب أخلاق الإنسان، تقوم سلوكه. ولذلك إذا أردت أن ترى الأدب مع الله فقرأ سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. نوح عليه السلام رفع الله قدره وعز الله شأنه، وكان عبدا شكورا. لما قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فعندها يعلم الإنسان إذا كان الله عز وجل يخاطب نبيه بهذا الخطاب وهو يدعوه إلى الأدب معه سبحانه وتعالى. ماذا قال نوح؟ قال سأكون من المؤدبين معك. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك، أعوذ بك لأني ما أملك لنفسي أن أترك هذا الأمر إلا أن تعيذني. انظر كيف الأدب الكامل مع الله، لأنه يعلم أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. التجرد، أن تتجرد لله وتعلم أنه لا حول لك ولا قوة ولا فضل ولا منة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، ينادي الله عز وجل خلائقه، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكمها فمن وجد خيرا فليحمد الله. إذن الملة كلها لله عز وجل، ما أي شيء تعجب. إن أردت أن تعجب فاعجب من عظمة ربك، وإن أردت أن تعجب فاعجب من فضله ومنه وكرمه ولطفه وإحسانه وبره. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولذلك إذا شعر الإنسان أنه أحوج ما يكون إلى الله وأفقر ما يكون إلى الله، وأنه مهما التزم ومهما استقام أنه الضال إلا أن يهديه الله، وأنه الحائر إلا أن يرشده الله، وأنه التائه إلا أن يدله الله، عندها يستقيم أمره. ما يستقيم إلا بالتوحيد، أن تتجرد عن كل شيء، عن نفسك، هذا تحس أن النفس شيئا أي شيء. ولذلك قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنحن تحت رحمة الله سبحانه وتعالى. أوصيك أن تتعرف على الله. ومن أراد أن يدل الشباب والأخيار على الله عز وجل وأن يدعوهم إلى طلب العلم أو إلى العبادة أو إلى المعاملة مع الله، فليبدأ بالمعرفة بالله عز وجل، وأن يذكرهم بالقرآن الذي فيه الغناء وفيه الكفاية. فليس هناك شيء يعرف بالله عز وجل مثل كتابة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. عرفنا الله في كتابه حلمه ورحمته، عرفنا رحمته وعذابه وحلمه وغضبه، عرفنا سطوته ونقمته وجبروته وعزه. ولكن العقول كأنها تائهة حائرة،